نشاط الفترة الصباحية، نتواصل مع المقدمة والصدارة. نقود هنالك نرى قيادة هذه الأسماء متواجدة مع أول المراكز، منطلقة مع المركز الأول بهذه اللحظات. من تفتتح النداء والإذاعة إبداع لهجن الشيحانية برفقة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، من تنطلق مع الصدارة، من تقود المقدمة وتتواجد بقيادة هذه الأسماء مع أول المراكز. المركز الثاني شعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم فيصل آل ثاني، وعملية التضمير لدى سعيد بن راشد الزجاجي من يقدمها بعملية التضمير بهذا الشعار. الغرافي ينطلق مع المركز الثاني، ثالث المراكز تواجد سبير هجن شحنية المالك حمد بن علي بن حلفان من يديرها بعملية التضمير. النقل المركز الرابع وتابع رابع المراكز، هنالك متعبة لهجن الشيحانية برفقة السلطان بن محمد الوهيبي من يديرها بعملية التضمير. وخامس المراكز، المركز الخامس هنالك التواجد من قبل خامس المراكز، والانطلاقة من ذربة لهجن الشيحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي من يقدم لنا ذربة مع المركز الخامس. هذا هو النداء الأول للخمسة المراكز المتقدمة وما دارت بهذه المنافسة الجميلة. أعود بحضراتكم إلى أول المراكز، أعود إلى إبداع من تقدم لنا هذا التقدم المبدع مع الصدارة. هجن الشيحانية هي المالكة، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يديرها بعملية التضمير. سبير تنطلق مع المركز الثاني، أول ندى وتقدم لسبير مع ثاني المراكز، وهجن الشيحانية هي المالكة والمضمر حمد بن علي بن حلفان المري. ثالث المراكز، المركز الثالث أرى التقدم من متعبة، من أتت وانضمت مع الثلاثة أسماء المتقدمة منطلقة بشعار هجن الشيحانية المالكة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يديرها بعملية التضمير ومن يقدمها مع المركز الثالث. المركز الرابع، اتضحت أمور رابع المراكز، تنطلق العنود مع المركز الرابع وتعود ملكية العنود لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني وسعيد بن راشد الزعبي من يديرها بعملية التضمير. هذه إذا الخمسة الأسماء المتقدمة والخمسة الأسماء المنطلقة معنا في هذه اللحظات وبتجاوز لافتة 1500 متر. أعود بحضراتكم إلى أول المراكز، إلى المنافسة الجميلة الدائرة ما بين هذه الأسماء الكبيرة التي تحمل الشعار العنابي وشوارد هجن الشيحانية. يا سلام، المقدمة مع إبداع ما زالت تقدم لنا هذا الإبداع بانطلاقته وتقديم العروض المميزة مع أول المراكز. المركز الثاني هنالك متعبة تنضم مع ثاني المراكز وتنطلق بانطلاقة إبداع مع المرتبة الثانية. هجن الشيحانية المالكة، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من يديرها بعملية التضمير. سبير على المركز الثالث، يمتلكها هجن الشيحانية والمضمر حمد بن علي بن حلفان المري، ولكن بانت الخطورة، وصلت الخطورة من قبل المركز الرابع وتابع جميلة لهجن الشيحانية والمضمر حمد بن علي بن حلفان المري، وهنالك ايضا القادمه والواصله بهذه اللحظات. العفريت لهجن الشيحانيه سالم بن فاران المري من يديرها بعمليه التضمير. تغيرت امور الصداره، انطلقت سبير والتمت الاسماء ببعضها البعض واختلط الحابل بالنابل. يا سلام يا سلام يا سلام، سبير على الصداره، سبير على المقدمه، هجن الشيحانيه المالكه، حمد بن علي بن حلفان من يقدم لنا سبير، ولكن العفريت على المركز ثاني. هجن الشيحانية هي المالكة، سالم بن فاران المري من يديرها بالتضمير. سبير هي صاحبة أول المراكز ومن تنطلق على المرتبة الأولى على المقدمة والصدارة وعلى الانطلاق المميز بتقديم العروض الجميلة، بتقديم هذا الانطلاق الرائع مع صدارة هذا الشوط. ثانيا العفريت لهجن الشيحانية والمضمر سالم بن فاران المري. العنود على المركز الثالث لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الفيصل بن فيصل الثاني وسعيد بن راشد الزعبي من يديرها بالتضمير. ولكن أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى الانطلاق، أعود
تؤدي إلى سبير. سبير تنطلق وتقدم لنا هذا الانطلاق المميز بشعار هجن الشيحانية وبرفقة المضمر الصاعد حمد بن علي بن حلفان المري، من يقدم لنا سبير بتقدمه الجميل ولحظة وصول خط النهائي من الفوز والناموس للمراكز. العفريت هجن الشيحانية المركز الثالث، كان الوصول من إبداع لهجن الشيحانية المركز الرابع، كان التواجد المركز الرابع والأعلى هجن الشيحانية. خامسا كان الوصول من قبل العنود لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم الفيصل الثاني. إذن هذه الخمسة المراكز المتقدمة. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تابعنا هذه المنافسة المميزة وشاهدنا سبير من انطلقت إلى خط النهائي من عند الفوز والناموس. توقيتها الزمني 6 دقائق 16 ثانية 18 زمن الثانية، أو 6 دقائق 16 ثانية 20 زمن الثانية. تبارك الله الشحانية. كما نهني المضمر حمد بن علي بن حلفان المري ثاني المراكز، كان الوصول من قبل العفريت 6 دقائق 16 ثانية 78 زمن الثانية. التعاون تبارك الله الهجن الشيحانية. كما نهني المضمر سالم بن فران المري ثالث المراكز، كان الوصول من قبل إبداع. توقيت الزمن 6 دقائق 20 ثانية 52 زمن الثانية. التعاون تبارك الله الهجن الشيحانية. كما نهني المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. أيها الأعزاء مرحبا بكم ويسعدني